الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في هذا الشهر، شهر أغسطس، اتخذت في اليوم 19 منه الأمم المتحدة يوماً عالمياً للتذكير بالإنسانية، ومنذ أن أعلنت الأمم المتحدة بعد تأسيسها بعدة سنوات، على ما أظن أعلنت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1949 إن لم تخن الذاكرة، يعني بعد تأسيسها بحوالي 4 سنوات. ومنذ ذلك الحين، وكل أمة وكل دين بدأوا يتبارون في أن دينهم وأن أمتهم وثقافتهم سبقت الأمم المتحدة في حقوق الإنسان. ولا شك أن للمسلمين من ذلك نصيب كبير، فلا أستطيع أن أحصي ما كتب عن الإنسانية في الإسلام وفي القرآن، وأنا خطبت هنا فيها كثيرا. ولعل من الأشياء التي قلتها من قبل أن من أكبر الأدلة أن الإنسان هو محور هذه الرسالة، أن القرآن نفسه خطاب لهذا الإنسان عنه، يعني خطاب يخاطب الإنسان عن الإنسان، هذا مجمل الخطاب القرآني كله، عقائده، تشريعاته، عباداته، إنما مقصوده صلاح هذا الإنسان. ولذلك من هذا الخطاب أخذ علماؤنا كلهم بلا استثناء أن الشريعة مبناها على جلب المصالح إلى العباد ودرء المفاسد عنه. لكن ليس هذا هو موضوع اليوم. الشيخ محمد الغزالي بعد أن أخرجت الأمم المتحدة هذا التقرير كتب كتاب في حقوق الإنسان في الإسلام ليبين يعني كل ما جاء في الإسلام من قرآن وسنة تعتني بهذا الإنسان وتكرمه وتحافظ عليه. ما يعنيني اليوم لماذا هذا البون الشاسع بين ما في إسلامنا وقرآننا وأحاديث نبينا وبين واقعنا المرير، واقع المسلمين من هذه الإنسانية. عندما قرأت تقارير كثيرة جدا عن واقع العالم والأمة المسلمة في حقوق الإنسان، حاولت أفهم ما السبب، يعني لماذا نحن بهذا الواقع في موضوع الإنسانية، في حين أن غيرنا أحسن حالا منا بكثير في هذا الأمر، مع ما في كتابنا
وسنة نبينا وثقافتنا التي تجعل الإنسان سيد الكون وسيد المخلوقات، وسخر له الله سبحانه وتعالى كل شيء. ما هي الأسباب؟ وجدت عدة أسباب من خلال التقارير، لم تذكر صراحة لكن يمكن تقرأها تستشفها من الـ من من الـ من الإحصائيات. أول شيء فقدان الحرية، حرية السياسية بكل ما تعني وتوابعها. الأمر الثاني النزاعات الداخلية، الحروب الطائفية والنزاعات الداخلية. الأمر الثالث ليس مستقلا ولكنه ناتج من ناتج فقدان الحرية والنزاعات، حيث أن فقدان الحرية والنزاعات يؤدي إلى الفقر، ولن تجد بيئة فقيرة على وجه الأرض إلا والفساد ينخر في عظامها من رأس الأمر، من رأس الدولة إلى أقل صعلوك فيها، كل منهم يريد أن ينهب شيئا. إذا وقع تحت يده شيء من المال العام يريد أن ينهبه، وإذا الفساد وجد في مكان انسى ان المكان ده يعرف لا إنسانية ولا كرامة ولا أي شيء تماما نهائيا. كيف نعرف ذلك؟ خذوا الإحصائيات مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية. الأفرج دخل الفرد، الأفرج يعني لما أقول الأفرج المتوسط معناها انه مش ده دخل الناس كلها، حدش يجي يقول لي والله في ناس هنا 20 و30، اقول لك الافرج يعني ممكن 1 مليون دخله مثلا وواحد 30. الافرج الامريكي في الدخل 95,000 في السنة، 95,000 في السنة، احفظ الرقم هذا تمام، وهي دي من اعلى الدخول اللي في العالم. الولايات المتحدة الامريكية، السويد، المانيا، اليابان، دي من اعلى الدخول في العالم يعني تمام. اقل دخل في العالم موجود في النيجر، كام يا اخوة؟ $400 في السنة، $400 في السنة، هذا الافرج. يعني احتمال تلاقي عندهم 150 في السنة او $150 في السنة كمان، دي ادنى دخل في العالم، في العالم 400 لـ95,000 $400. وخد بقى الدول العربية والإسلامية بترجح في، حتى دول الخليج نفسها اللي هي تعتبر أغنى الدول العربية الأفرج فيها 36، الأفرج فيها 36. يعني مش محصل أي دولة من اللي أنا حكيته، ما ولا لا محصل لا ألمانيا ولا الولايات المتحدة ولا كندا ولا السويد ولا الدنمارك، ولا هذه الدول اللي الدخول فيها عالية جدا بالنسبة للفرد. الأمر الثاني بيسموه في التقرير الكواليتي اوف لايف، يعني الـ 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 القيمه بتاعت الحياه، يعني الحياه بتاعته شكلها، الخدمات العامه، هذا معنى الكواليتي اوف لايف، الخدمات العامه، القضاء للاشياء، المصالح الحكوميه، البنيه التحتيه، الخدمات المقدمه، هذه الكواليتي اوف لايف. نفس الدول اللي حكيتها هذه، وحتى المانيا متقدمه فيها شويه عن الولايات المتحده الامريكيه، بتتصدر وكل دولنا بتغي في الاخر، في اخر القائمة في الكواليتي اوف لايف. لما تنظر الى الدخل العام والحياة اللي بيعيشوها والتكلفة، يعني الدخل المتوسط في امريكا 95,000 تمام، والحياة فيها تكلف للفرد من 10 إلى 18,000، في حين اللي عنده 400 دخله ده الحياة فيها بتكلفه اصلا اكثر من 800، يعني محتاج يشحت 400 مثلا يعني تمام. وجدت ان الدول هذه اللي عندها الدخل العالي، الكواليتي اوف لايف، الكوست اوف بتاع الاكسبنسز بتاع الحياة، وجدت انها كلها تتمتع بالحرية السياسية ولا يوجد عندها نزاعات طائفية او حروب داخلية. وكل الدول اللي في قاع القائمة في الدخل للفرد
وفي الكواليتي اوف لايف والاكسبنسز بتاعت الحياه كلها ليس عندها حريه سياسيه وتمتلئ بالحروب الطائفيه. هذه هي العله. وبالتالي طبعا هياتي الفساد. طبعا احنا في الكواليتي اوف لايف وفي الدخل في قاع القائمه، بس الحمد لله في الفساد بنحتل الصداره. لما تروح على الفساد هتلاقينا في الاول، يعني واخدين ودي شيء كويس برضو، يعني يبقى في حاجه احنا فيها في الاول مش مشكله. هي ايه يعني؟ حتى لو كانت الفساد تمام، يعني واخدين احنا القوائم الاولى فساد من اعلى قلت راس الى ادنى واحد، يعني ما في فرق. تقولش لانه في منصب ولا لا لا، حتى لو موظف بسيط. الرشوه امر الان لا حرج عليه ولا غبار عليه ولا شيء نهائيا، تمام. هذه هي المعدلات. تعالوا ننظر الى حتى النتائج التي ظهرت لهذا في العالم العربي والاسلامي. هذه تقارير على فكره، في تقارير اصدرها منظمه المؤتمر الاسلامي، يعني مش هنقول مثلا ناس بتتجنى علينا ولا لا لا لا، يعني مننا التقارير طالعه مننا. المشردون في العالم، المشردون واللاجئون، الدول العربية والإسلامية تحتل 70% من إجمالي عدد المشردين في العالم واللاجئين. 70% سوريا لوحدها تجاوزت 4 مليون، وانتوا شفتوا، رأيتوا بأنفسكم الطفل اللي طفى على المية، الأم اللي خدت أطفالها وتركب قارب عارفة أنها ممكن تموت ولا تعبر، والطفل اللي طفى ولحد ما وصل الى الشط ميت، عايز يخرج يلجأ الى اي مكان في العالم مش مشكلة يموت. وطبعا بالاول امس شفت المنظر انا لا يمكن اصدق، واحد يركب على جناح طائرة هتطير، يعني حاجة عجيبة. وبيعمل سيلفي يعني بيوثق اللحظات الاخيرة. ده مش واحد، ده كانوا اكتر، ده كانوا عدد كبير. ده غير طبعا الطائرة اللي كانت مملوءة بالدجاج عن اخرها، ده راكبين على جناح طيارة عسكرية هتطير، حاجة ولا في الخيال. يعني ده ميت هو، يعني مش غبي، هو عارف انه هيموت، لكن يركب على جناح طائرة مش هتوصلوا الى اي مستوى احنا وصلنا. يعني مش الام اللي ركبت مركب، لا ده بيركب جناح طائرة عسكرية هتطير. هو يعرف هو ما يعرف ما اعرف ان الطائره دي بالذات العسكريه دي بتطلع ارتفاعات مش ما بتطلعهاش الطائرات المدنيه اصلا، حتى تكون بعيده عن مرمى الصواريخ وغيره، يعني حاجه في منتهى العجب. ده غير بقى لاول مره في حياتك تشوف مدرج طائره عسكريه بمحركات ضخمه والناس ماشيه حواليها، الطائره متحركه والناس ماشيه تحتها، حاجه في منتهى العجب. بنحتل 70% من عدد المشردين في العالم، بنحتل 65% من اجمالي الحروب والنزاعات الطائفية الموجودة في العالم مسلحة، النزاعات المسلحة 65% النزاعات المسلحة. التفجيرات في المدنيين، التفجيرات اللي تمت للمدنيين، واحد يروح يفجر نفسه، يعني 75% من اجمالي عدد التفجيرات اللي سميت ارهابية من نصيبنا ايضا الدول العربية والاسلامية. 75% يبقى من ناحية المشردين 70، من ناحية النزاعات المسلحة 65، من ناحية التفجيرات اللي ممكن واحد يبقى رايح السوق ولا رايح مسجد ولا رايح كذا يطلع له شيعة ولا سنة ولا مش عارف يفجروا حتى المسجد على اللي فيه، 75%. ايه نسب مخيفة جدا، نسب تدعو الى الياس. اعلى نسبة مساجين سياسيين في العالم موجودة ايضا عندنا. اكبر كارثة انسانية في تاريخ البشرية منذ ان عرفوا الكوارث موجودة في اليمن.
الكوارث التي تؤدي إلى دمار وليس عندنا إمكانات لمواجهتها. في كوارث طبيعية تحصل في الدول المتقدمة لكن عندهم إمكانيات ضخمة، الأرواح بتبقى عدد الفقدان فيها قليل جدا وتعويضاتهم بسرعة وكذا، لكن الكوارث اللي بتدمر وما يعرفوش بناء. احنا الدول العربية والإسلامية تستحوذ على 30% منها من إجمالي ما يحدث في العالم، وهذه كوارث طبيعية يعني لا بإيدي ولا بإيد أي حد. لكن المشكلة فين؟ إن الكارثة لما جت لا في استعداد ولا في أموال ولا تعويض للناس ولا تاخد الأرواح والأنفس. موجود الآن السودان الآن عندها فيضانات. لو الفيضانات دي في أي دولة من الدول اللي بنتكلم عليها، في أمريكا، في كندا، في إنجلترا، في هذه الدول، هتلاقوا كيف تتعامل معها. لا مش ممكن تلاقي واحد مات فيه. لكن اتفرج شوف النتائج اللي موجودة للفيضانات اللي بتتم في السودان، اتفرج على الضحايا والبيوت اللي اتشالت والأراضي اللي خربت واللي ماتوا واللي قتلوا. ليه؟ لا يعني مش عارفين ان في فيضانات، مش عارفين ان الأمطار بتنزل في هذا التوقيت. طبعا عارفين بس ما، والفساد بقى يستشري في كل شيء. اذا هناك فيه مشكلة بون شاسع بين ما موجود عندنا من قيمة الإنسان وبين واقعنا. إذن لا يكفي الآن يا إخوة، لا يكفي أن أنا أقف في خطبة شيخ محمد موسى وأقعد أتكلم على أمجادنا والإنسانية عندنا وماذا قال القرآن وماذا قال الرسول. هذه حجة علينا مش لنا، هذه حجة علينا إحنا. إذا كان قرآنك يخبر لك بهذا، وإذا كان حديثك يخبرك بهذا، وإذا كان الإنسان عندك مكرم بهذا الشكل، لماذا أنت في هذا الحال؟ لماذا أنت في هذه الوضعية؟ أوضاع مزرعة. احتمال استثناء، بستثني أنا طبعا فلسطين لأن الحمد لله عندنا سبب يخلينا يعني ما ندخلهاش في زمرة هذه الدول إنها تحت الاحتلال. وحتى هذه برضو إحنا الأمة الوحيدة اللي عندها لسه ما فيها مكان محتل في العالم، يعني برضو يعني حتى يعني. تمام. اذا احنا محتاجين الى ماذا؟ الامة المسلمة محتاجة اول رأس الامر وعموده الفقري، وانا قلتها مليون مرة، والله ما هو في تطبيق الشريعة ولا في اعلان امارة اسلامية ولا في دولة اسلامية ولا الكلام ده كله. احنا محتاجين الى ما يحتاجه العالم المحترم اللي فيه الفرد دخله عالي، الكواليتي اوف لايف بتاعته عاليه، الاكسبنسز اوف لايف بتاعته لا تؤثر على دخله، اللي عايش بحريه يستطيع ان يتكلم ولا يخشى عواقب كلامه في الدول الكثيره اللي انا ذكرتها. محتاجين راس الامر وعموده الفقري يكمن في الحريه اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، ولا بديل عنه. وعايز اقول شيء، الصين مثلا عشان اعرفكم قيمه الحريه فقط، يعني الصين بتعتبر بتنافس الولايات المتحده الامريكيه في الاقتصاد، اقتصاد جبار يعني. لكن نروحوا للتقارير دي كده، التقارير ده حط الصين رقم 64. عارفين دي معناها ايه؟ لا عندهمش حرية. 64 يعني مش محطوطة مثلا رقم 2 ولا 3، مش من ضمن الدول اللي انا حكيتها. ما هي زي الدنمارك ولا زي السويد ولا ألمانيا ولا اليابان. ليه؟ لانها تفتقد الى اهم ما يحتاجه العنصر البشري، تفتقد الى الحرية. دولة حطت المسلمين الايجور في مكان باتي لك عندهم، شو تنتظر من هذه الدولة؟ الحرية أولا وأخيرا. ولو أن من يحب البلاد الإسلامية قبل ما ينادي بأي شيء نادي بالحرية، حتى العالم كله ما حد يقدر ينكر عليك يا أخي. إحنا العالم الوحيد اللي لسه عندنا ملوك مش دستوريين، لا ملوك وأمراء يعني مش دستوريين. لأن ما حد يجي واحد مرة بقول قال لي ما هي بريطانيا مملكة، يعني بنضحك على بعض. بريطانيا مملكة دستورية، إذا كنت مش فاهم يعني إيه مملكة دستورية فاهمها لك. يعني مملكة دستورية يعني لا تحكم. اللي بيحكم في بريطانيا رئيس وزراء المنتخب. ما عندي مشكلة يا أخي،
اذا كانوا عايزين يبقوا ملوك دستوريين ما في مشكلة، ونبقى زي بريطانيا اهلا وسهلا، لكن احنا الامة الوحيدة اللي عندنا ملوك وامراء يعني، وخالدين مدى وبيورثوا الدول لاولادهم، يعني كأن الامة المسلمة دي متاع، مثلا متاع الولد يورث ابوه، ياخد الناس وياخد الارض وياخد الدنيا كلها. احنا الامة الوحيدة اللي لسه عندها ده. في كيف هقول للعالم ان انا والله خدوا اسمعوا الاسلام وخدوا الاسلام، ده الاسلام فيه الانسانيه كده، يقول لك والله لو كان كلامك صحيح كان نفعك انت الاول، لما ينفعك ونشوف اثاره ببلدك نبقى نفكر فيه. يعني انا لست مع المؤامره الكبيره، ولكن انا كمان يعني عندي شيء يختلج في صدري، يعني ادعو الله ما بتوع افغانستان ما يعلنوهاش اماره اسلاميه، ادعو الله لا يفعل ذلك عشان ما يحملوش الاسلام اللي هيحصل، وبعدين يرجع العالم يقول لك اهو يا سيدي انت عايزنا نعمل زي دول. انا اتمنى يعني، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. اذا الحقائق امامنا واضحه. انا لا اريد اقعد اعمل خطب واتشدق بالانسانيه قبل ما اعالج مرضي، المرض العضال اللي موجود في الامه من سنوات طويله، وليس وليد 10 ولا 20 ولا 30 سنة، من سنوات طويله هذا مرض عضال موجود في جسد الامه، تصبح تصل الى ما وصلت اليه بامه متراميه الاطراف بتعدادها ربع سكان الكره الارضيه، عقيدتها الاسلام، دينها القران، نبيها محمد صلى الله عليه وسلم اللي علم البشريه امر دخول الخلاء، توصل الى هذا الحال، في 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 حاجه غلط، في حاجه محتاجه المراجعه. ولا يجب فقط ان نقف عند الناحيه النظريه، اذا نحن نحتاج الى اعاده النظر فيما موروثنا الديني، لماذا ليس له واقع في حياتنا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، حتى الإغاثة، إغاثة هذه الدول فقراءها في كوارثها في أشيائها، من دون مبالغة 80% أو أكثر منها يأتي من الدول، من أمريكا، من إنجلترا، من الدول اللي ورثوا الإغاثة. والحقيقة المؤسسات الإغاثية العاملة لإغاثة هؤلاء، واللي اتخذت أوروبا وأمريكا لها بلد منشأ، وبتجمع من المسلمين من أفضالكم يعني مش من حد بعيد، مخاطرها كثيرة جدا جدا، اللي بيعملوا فيها بيبقوا تحت المشكلة أمنية وسياسية وأي غلط. ده غير كما قلت لكم كل البلاد بلا استثناء اللي تحتاج الى إغاثة الفقر فيها في اعلى درجاته، الفساد فيها حتى النخاع. فالمؤسسات الإغاثية مضطرة تتعامل احيانا كيف تتغلب على هذا الفساد. احد الإخوة رئيس مؤسسة إغاثية ارسل كونتينر كبير ضخم ثمنه 600,000 ميديكال سبلايز، يقسم لي بالله استلموا المكتب في مش هقول الدول لان انا لا اريد تخصيص الدول، انا بتكلم الكلام معاه، وصلوا كرتونتين، والله وصلوا كرتونتين، والمكتب يجي يصور له البتاع يقول لهم يا عم ده كونتينر ضخم، على ما طلع من على ما وصل وطلع من المينا كان بقى كرتونتين من عندهم من المينا كان بقى كرتونتين. بيقول لك بيحاولوا بكل يعني من الاشياء المضنيه للمؤسسات الإغاثية العاملة، والحاجات دي على فكرة من الشركات مش من أموالكم، يعني من شركات هنا الأمريكية الكبيرة بتاعت الأدوية بتدي حاجة اسمها إن كايند دونيشن، لإن كايند دونيشن بيبقى لها في التاكس وكده. فالشركة دي شركة ميديكال سبلايز تريد تقرير عشان تستمر، لأن هي لازم تديها تقرير تاني إن الميديكال سبلايز بتاعها وصل، وإن هذا وصل بالشكل الفلاني، بقوم هي لذلك في نرسل الان في افريكا ريليف ولا غيره لازم نشوف وزير رئيس وزراء هناك يتاكد ان الحاجه تدخل من غير ما تتسرق، يعني عمل مضني لابعد الحدود. يعني حتى هم بيقاتلوا نفسهم، يعني حتى الدول هذه
سواء الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إنجلترا، كل الدول دي شركاتها أصلا مش حتى المسلمين بس عندها استعداد ترسل ملايين بالإنكاين دونيشن. لكن المشكلة ده هم أعداء أنفسهم هناك، الفساد هناك بيعطل مثل هذا العمل. يعني أنا أرى أداة ليس لها من دون الله كاشف. فأدعو الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يوم الجمعة وفي هذه الساعة ساعة إجابة أن يكشف هذا الكرب وأن يكشف هذا السوء عن بلادنا كلها وعن البشرية كلها، وأن ينعم عليهم بالحرية والأمان والأمن والسلام والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وحرر لنا مقدساتنا، حرر لنا الأقصى الأسير، وحرر لنا فلسطين، وارفع الغم عن إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي مينمار وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان، وفك أسر المأسورين والمظلومين في سجون الظالمين، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم، صلاتكم.